صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو سلم الكافر على المسلم بقوله السلام عليكم ورحمة الله فكيف نرد عليه؟ رد السلام بمثلك، وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام، وإن قلت وعليكم السلام ورحمة الله فهو أحسن، وإن قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهو أحسن وأحسن. نعم.